إخبارية جديدة، مرحبا بكم. مشاهدي الكرام، نجدد التحية ونبدأ هذه الجولة، حيث انطلقت منذ قليل الجولة الأولى من المفاوضات السورية بالعاصمة الكازاخستية أستانا. هذا ويشارك في تلك المباحثات يشارك وفد موحد عن المعارضة السورية وبرعاية روسيا وتركيا والأمم المتحدة. كما أكد وزير الخارجية الكازاخستاني، أكد خلال هذه الجلسة، جلسة الافتتاح، أن المفاوضات وهذا الاجتماع هو دليل واضح على الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتسوية سلمية للوضع في سوريا، وأن السبل الوحيدة لهذه الأوضاع ولتلك التسوية سيكون من خلال المفاوضات القادمة في أستانا. ويفترض أن ترسي مباحثات أستانا أن ترسي أسسا للتسوية يمكن تعزيزها على مفاوضات السلام المقبلة والتي ستجرى برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير. نعت القوات المسلحة 5 من جنودها استشهدوا برصاص مسلحين في محافظة شمال سيناء. وذكر البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فجر اليوم، أن القوات المسلحة تنعي ببالغ الحزن والأسى الشهداء 5 الأبرار الذين استشهدوا على أيادي الغدر للعناصر التكفيرية في سيناء أعداء الوطن والدين. وأضاف البيان أن القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازى لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. تعقد اليوم المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا جديدا برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. هذا ويناقش الاجتماع العديد من الملفات ومشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة، ومن بينها أوضاع السوق والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مناسبة. كما سيبحث رئيس مجلس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية إجراءات تشجيع الاستثمار ونتائج الترويج للسندات الدولارية بالأسواق الدولية وتطور العمل في المشروعات القومية. أكد البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية أن حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي لم يكن موجها ضد الكنيسة فقط بل ضد مصر كلها. وأضاف البابا توادروس في كلمته خلال قداس 40 لشهداء الكنيسة البطرسية صباح اليوم، نشكر جموع المصريين الذين قدموا تعازيهم وما زالوا في ضحايا الحادث من كل المسؤولين في كل القطاعات، وفي مقدمتهم الرئيس السيسي وكافة الوزارات والمحليات. نشكرهم من قلوبنا ونعلم دائما أن الآلام في وطننا تجمعنا وتقوينا. وأوضح البابا توادروس في عظة القداس الذي أقيم في القاعة التي وقع بها الانفجار الإرهابي بالكنيسة البطرسية أن مصر كلها شعرت أن الحادث مصاب في كل بيت، ونحن نقدر كثيرا ونعتز بهذه المشاعر الفياضة ونصلي أن يحفظها الله وأن يبارك الله في حياتنا جميعا. انطلقت اليوم في أستانا عاصمة كازاخستان محادثات السلام السورية بين ممثلين عن فصائل المعارضة والحكومة وبرعاية تركيا وروسيا ومشاركة إيران والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وقد أكد رئيس وفد التقدم أو النظام السوري بشار الجعفري في بداية تلك المحادثات أن محاربة الإرهاب في سوريا تتطلب إغلاق الحدود مع تركيا، متهما أنقرة بأنها تنتهك السيادة السورية. وفد المعارضة السورية الذي يضم 14 عضوا أكد أنه لن يدخل في مفاوضات مباشرة مع الأطراف المدعوة، وأن المناقشات ستكون عبر وسطاء وستتركز حول سبل تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات. على ما يبدو لن تكون أستانا أوفر حظا من سابقاتها من المدن التي استضافت محادثات حول الأزمة السورية. فمحللون والأهم موسكو أحد عرابي المحادثات قللوا من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل غياب الولايات المتحدة واكتفائها بمشاركة سفيرها في كازاخستان بصفة مراقب، وهو ما يؤشر وفق رؤية هؤلاء المحللين إلى عدم رضا واشنطن عن طريقة سير الأمور فيما يتعلق بالأزمة.
رغم الآمال التي كانت تعلقها روسيا على تغير المواقف عقب تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب. الغياب الأمريكي لم يكن وحده الدافع باتجاه تقليل فرص المحادثات والاكتفاء منها بتثبيت وقف إطلاق النار، إذ يمثل النهج الإيراني عقبة كبيرة، فبجانب إصرار طهران على عدم إشراك واشنطن ودول إقليمية أخرى معنية بالملف السوري، تريد فرض أجندتها على مجمل الحل المنتظر للأزمة قبل أن يؤدي التقارب المحتمل بين موسكو وواشنطن إلى تهميش دورها، وهي التي يمكن وصفها بالحليف الثاني بعد أن وسعت سطوتها إقليميا وتمددت بمشروعها التوسعي منذ احتلال العراق عام 2003. ومثل طهران فعلت أنقرة عراب المحادثات الثاني برفضها مشاركة الأكراد، معتبرة أنه امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابية. وبالتأكيد سيؤثر غياب لاعب أساسي في الواقع الميداني على سقف المأمول من أستانا، لا سيما أن طرفا سوريا مهما آخر غائب هو الائتلاف السوري بسبب عدم دعوته. ويمثل وضع المعارضة وانقساماتها غير المسبوقة يمثل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى اتفاق يمكن البناء عليه. وليست المعارضة في أسوأ حالاتها بسبب الانقسام وحده، بل أيضا نتيجة هزائمها الأخيرة في حلب وغيرها، علاوة على مخاوفها مما سيفعله ترامب الذي لوح بإلغاء الدعم العسكري الذي تقدمه بلاده لمن تصفها بالمعارضة السورية المعتدلة. برعاية موسكو وأنقرة تحتضن أستانا محادثة السلام التي انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانا. المجتمعون يضعون نصب أعينهم أهدافا قد تشكل مخرجا للأزمة السورية وسط حضور دولي خجول. وهكذا بين عشية وضحاها تحولت أستانا إلى محور لحديث العالم في الأسابيع الأخيرة بعد اختيارها لاستضافة محادثات السلام السورية. المدينة تعد أحد أكبر نماذج التعايش السلمي يعيش فيها العديد من الأعراق والديانات. وخلافا لباقي الدول التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان الاستقلال سلميا دون إراقة الدماء، ما دفع اليونسكو لمنح لقب مدينة السلام. أستانا العاصمة الجديدة للبلاد صارت بديلا عن العاصمة القديمة المالطا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي يوفجيني سيدروف. سيد يوفجيني، ماذا تتوقع لهذه المحادثات، محادثات أستانا بين النظام السوري والمعارضة بأطيافها المختلفة؟ مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. أعتقد بأن ما يمكن توقعه من خلال هذه المحادثات، أولا تثبيت وقف إطلاق النار وموافقة طرفي الصراع السوري على المبادئ التي يمكن أن تكون مثبتة في ربما البيان أو وثيقة سيتبناها المشاركون في هذا الاجتماع. طبعا من السابق لأوانه الحديث عما إذا تم تبني أي وثيقة أو بيان، ولكن هناك بعض التصريبات التي تدل على إمكانية توصل الطرفين إلى ربما نوع من التفاهمات حول ضرورة المضي قدما في التزام الطرفين بالهدنة بوقف إطلاق النار. من جهة أخرى من المهم أيضا وضع آلية حيادية لمتابعة وقف إطلاق النار وتسهيل كافة الخروقات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة. ولكن سيد سيدروف، بشار الجعفري أشار إلى أن إغلاق الحدود ضرورة مع أنقرة، كما اتهم أنقرة بأنها ربما تعرقل هذه المفاوضات وتعتبر عقبة في الوصول إلى حل. لا، هذا صحيح، ولم يكن الأمر أن يكون بخلاف ذلك، لأننا لا يمكن أن نتوقع الآن متغيرات سريعة في موقف سواء موقف النظام أو مواقف المعارضة، وإلا فإن من يؤيد النظام في الداخل من جهة ومن يؤيد المعارضة من جهة أخرى يمكن أن يتهمهما بمثلا الخيانة أو يعني شيء من هذا القبيل. وبالتالي لا أعتقد بأن هذه المتغيرات ستأتي سريعا،
والأشياء المهمة طبعا سوف تحل وراء الكواليس كما يقال، وليس من خلال هذه التصريحات الرسمية التي أدلى بها سواء السيد بشار الجعفري أو سيدلي بها ممثل المعارضة المسلحة السورية الذي سيتكلم وفقا لأجندة اجتماعات السنة بعد ممثل النظام. شكرا سيد يوفيجيني سيدروف المحلل السياسي الروسي. اقتربت القوات السورية من مناطق يسيطر عليها مسلح المعارضة الذين تدعمهم تركيا، وقالت مصادر إعلامية روسية أن القوات السورية تتقدم في ريف حلب من الناحية الجنوبية الشرقية، وأنها تمكنت من طرد مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي. وسيطر الجيش السوري والقوات المتحالفة معه على 4 قرى جنوبي غرب مدينة الباب التي تحاول المعارضة استعادتها من تنظيم داعش. في السياق ذاته قال الجيش التركي إنه قتل 65 متشددا من تنظيم داعش خلال عمليات نفذها دعما لمقاتل المعارضة في شمال سوريا. وكانت تركيا قد بدأت عملية لإبعاد المتشددين عن الحدود السورية قبل 5 أشهر، وتحاصر مدينة الباب الخاضعة لسيطرة داعش منذ أسابيع. هذا وتلتقي الأطراف السورية المتحاربة في مدينة أستانا اليوم مع روسيا وتركيا وإيران في محاولة لتحقيق تقدم نحو وضع نهاية للحرب الدائرة منذ 6 سنوات. أعلن الجيش العراقي تطهير كل أحياء الموصل والواقعة شرق نهر دجلة من مسلح داعش عدا حي الراشدية شمال المدينة. وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش أنشأ العديد من الجسور عبر نهر دجلة جنوبي الموصل لتسهيل حركة القوات استعدادا للهجوم على الجانب الغربي من المدينة. هذا وقد دمرت ضربات التحالف الدولي والذي تقوده الولايات المتحدة دمرت الجسور الخمسة التي تعبر نهر دجلة في الموصل لإقطاع حركة المتشددين قبل أن يفجر تنظيم داعش 2 منها. تتزايد معاناة النازحين العراقيين مع تواصل العمليات العسكرية في الموصل، ففي مخيم الخازر على الحدود بين الموصل وأربيل يعاني النازحون من ندرة الكهرباء والمياه فضلا عن نقص خيم الإيواء، كما تتزايد حالات الوفاة بين الأطفال. سيطرت قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي بشكل كامل على مديرية حرد الموازية للطوال السعودية ومديرية ميديا الساحلية. وتكمن أهمية مديرية ميديا الساحلية بأنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هذا فيما تعتبر مديرية حرد مسرحا لإطلاق القذائف الجوية التي تستهدف القرى الحدودية السعودية. وفي المقابل تراجعت ميليشيات الحوثيين 40 كيلو مترا داخل العمق اليمني بعد الضربات المتلاحقة التي تواجهها من القوات اليمنية وقوات التحالف العربي. بحث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول اتصال بينهما منذ تولي ترامب مهامه رسميا، واتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية منها التهديدات التي تشكلها إيران. وقال البيت الأبيض في بيان أن ترامب ونتنياهو اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية منها التهديدات التي تشكلها إيران في أول مؤشر على تشدد الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء طهران. من جهته أعلن مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء عبر عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب لوضع رؤية مشتركة من أجل دفع السلام والأمن قدما في المنطقة. تواصلت في رام الله، تواصلت التظاهرات الرافضة للتصريحات التي أدلى بها فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. هذا وقد أدلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه التظاهرات هدد باتخاذ إجراءات للرد على التوجه الأمريكي، مؤكدا أن هذه الخطوة غير قانونية، كما أنها تهدد بنسف عمليات السلام.
مشاهدي الكرام، لمزيد من التفاصيل معنا السيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات برام الله. سيد حلمي، ماذا تتوقع في تصاعد التظاهرات التي بدأت في رام الله؟ يعني هذه التحركات والمسيرات والمظاهرات والتي بدأت قبل تسلم ترامب مهام منصبه بيوم واحد وعمت كل محافظات الضفة الغربية وتتجدد الآن، هي سوف تتواصل وتستمر وبأشكال مختلفة. سوف يكون هناك يعني تعبير عن الموقف الشعبي والسياسي الوطني الرافض للسياسة الأمريكية القاضية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وثانيا لتأكيد التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، لأن ترامب بهذا المعنى هو يتصرف بما لا يملك ويتطاول على تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية. وكذلك يعني القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستتخذ سلسلة من الخطوات والإجراءات التي من شأنها مجابهة والتصدي لهذه السياسة الأمريكية. نعم سيد حلمي، ولكن الملاحظ أن رد الفعل الدولي على التصريحات التي أدلى بها فريق الرئيس ترامب لم تتضح حتى الآن، ماذا يعني هذا؟ يعني هناك حالة من الترقب من قبل المجتمع الدولي وزعماء العالم تجاه يعني مواقف ترامب وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث أن هذه الشخصية يكتشفها الغموض، وتباعا سوف تتضح أبعاد هذه السياسة. هو يحاول أن يقول للمجتمع الدولي أن ما تعهد به في دعايته الانتخابية يسعى لترجمته فورا وبشكل تدريجي، اتخذ خطوات سريعة ليؤكد هذه الحقيقة، والبيت الأبيض أعلن أنه يعني يبحث في عملية نقل السفارة. نحن يعني كفلسطينيين نعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني تريد أن توصل رسالة للعالم بأنها سوف تنفذ هذا التهديد، ونحن سنوصل رسالة معاكسة بأننا لن نقف صامتين. نعم، ولكن سيد حلمي، هل تتوقع رد فعل متصاعد من السلطة الإسرائيلية تجاه التظاهرات؟ لا أعتقد ذلك، بالعكس أعتقد أنه سوف يكون موقف متصاعد من قبل السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية اتجاه السياسة الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء. الشعب الفلسطيني بتحركاته ينسجم ويتناغم مع الموقف الوطني الفلسطيني، موقف القوى السياسية، موقف السلطة. نعم سيد حلمي، أرجو أن تكون قد فهمت سؤالي صحيحا. أنا أشير إلى السلطة الإسرائيلية وليس السلطة الفلسطينية. نعم بالتأكيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس في كل يوم عمليات القمع والاعتقال تجاه المواطنين الفلسطينيين، وتطلق النار بشكل عشوائي وتعدم المواطنين بدم بارد. اجتماع نتنياهو مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هو خشية أن تتطور الأمور والأحداث، لأنه يتوقع ردود فعل فلسطينية. نحن سنعبر عن موقفنا الرافض للسياسة الإسرائيلية والأمريكية، والاحتلال هو الذي سوف يتحمل المسؤولية عن أي طف اتجاه هذا التحرك الشعبي الفلسطيني. شكرا جزيلا دكتور حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات متحدثا إلينا من رام الله. أظهرت نتائج جزئية في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي بتقدم المرشحين وزير التعليم الأسبق بنوا هامون بنسبة 35.21% ورئيس الوزراء السابق مانويل فالز بنسبة 31.56%. وينافس هامون رئيس الوزراء السابق فالز في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي استعدادا للانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل. وكانت مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها أمس عند الساعة 7 مساء للتصويت في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار التي شارك فيها 7 مرشحين من أجل التأهل للدورة الثانية المقرر عقدها في 29 من الشهر الجاري.
هذا ومن المعروف أنه في الانتخابات التمهيدية بفرنسا يختار كل حزب سياسي مرشحا واحدا يمثله في الانتخابات الرئاسية. يتنافس في الانتخابات الفرنسية ثلاثة تيارات سياسية. انتهت الانتخابات التمهيدية في اثنين منها، وتبقى انتخابات تيار اليسار. أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية بإصابة شرطي في العاصمة بلفاست في هجوم إرهابي، مشيرة إلى أن الشكوك بالمسؤولية عن هذا الهجوم تحوم حول منشقين جمهوريين. وقد تمكنت الشرطة من ضبط رجل يبلغ من العمر 36 عاما في محطة وقود شمال بلفاست للاشتباه فيه، كما أشارت إلى أن الهجوم يستهدف بشكل رئيس منشقين جمهوريين. ويأتي هذا الهجوم خلال استعداد أيرلندا الشمالية لانتخابات تشريعية في أوائل مارس. هذا وكانت أيرلندا الشمالية لثلاثة عقود كانت مسرحا لأعمال عنف طائفية أوقعت آلاف القتلى، وأدت اتفاقات السلام عام 1998 إلى تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك. تظاهر آلاف الأشخاص في رومانيا احتجاجا على اقتراح الحكومة بالإفراج عن مسجونين في قضايا فساد. تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة بوخارست وسط تواجد مكثف من الشرطة، وشملت الاحتجاجات عدة مدن أخرى في مدينتي كلاغ ولاسي غربي وشمالي البلاد. وكان رئيس الوزراء الروماني سورين جيرنديانو قد أعلن عن استعداد الحكومة لتمرير مرسوم طوارئ للعفو عن المساجين. أعلن مصدر عسكري كاميروني مقتل 4 جنود في تحطم طائرة هليكوبتر بينهم قائد خلال عملية لمحاربة جماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة بوغو شمال البلاد. وقد أضاف المصدر العسكري أن الجنود كانوا في مهمة قتالية لمكافحة جماعة بوكو حرام، حيث يذكر أنه منذ عام 2015 تعرض أقصى شمال الكاميرون لهجمات انتحارية كثيرة شنتها جماعة بوكو حرام. ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف وموجة الطقس السيء التي اجتاحت عدة مناطق جنوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى 16 قتيلة. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم مساعدات اتحادية لولايات جورجيا وفلوريدا وألاباما. وكانت إدارة مركز الأزمات في ولاية جورجيا أعلنت أن الوفيات وقعت في مدن كوك وبروكس وبيرين في جنوبي الولايات على الحدود بينها وبين ولاية فلوريدا. أما الآن فموعد أخبارنا الاقتصادية. مشاهدي الكرام أهلا بكم. أصدر رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل أصدر اليوم قرارا يسمح للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية. وأضاف بيان مجلس الوزراء أن القرار ينص على تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية. وقد شهد سوق الدواء مؤخرا اختفاء العديد من الأدوية. كانت الحكومة قد اعتمدت في نوفمبر الماضي 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفا من الأدوية. استكملت مؤشرات البورصة المصرية المسار الصاعد بمنتصف تعاملات اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.3%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.81%. وفي نفس السياق صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.81%. وسيطر الصعود على 106 أسهم فيما هبط 13 سهما واستقر 25 عند نفس مستوياتها دون تغيير. قام الدكتور جلال سعيد وزير النقل والمواصلات قام بتفقد أعمال تنفيذ الجزء الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والتي تخدم أهالي مناطق مصر الجديدة جسر السويس وكذلك التجمعات السكنية شرق القاهرة.
مشاهدي الكرام، ننتقل بكم الآن في هذه الجولة إلى أخبار الرياضة. يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته دون راحة في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب غانا والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية. خاض منتخب مصر تدريباته على ملعب سوغارا، وذلك رغم تعرض مدينة بورت جنتل الجابونية لسقوط أمطار غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد. وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا ثمينا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية. يذكر أن منتخب غانا يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 4 نقاط. ودع منتخب مصر لكرة اليد رجال ودع بطولة العالم المقامة حاليا في فرنسا بعد الخسارة أمام كرواتيا في ثمن نهائي تلك البطولة بنتيجة 21 هدفا مقابل 19، ليحتل المنتخب المركز الثاني عشر في ترتيب الفرق ويتقدم منافسه إلى ربع النهائي. يذكر أن منتخب اليد تأهل إلى دور ثمن النهائي بعد حصوله على المركز الثالث في دور المجموعات. كشف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك المعار لاتحاد جدة السعودي عن هدفه الذي يتمنى تحقيقه في الصيف القادم بالانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى. يذكر أن كهربا له تجربتان سابقتان في الدوري السويسري ضمن صفوف لوزيرين وغراس هوبرز، إلى أنه لم يكلل له النجاح في تلك التجارب ليعود إلى إنبي ثم انتقل إلى الزمالك قبل أن يبدأ تجربة جديدة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة معارا من قلعة ميت عقبة حتى بنهاية الموسم الحالي. تغلبت الأمريكية كوكو فان زواج على الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب بمجموعتين دون مقابل في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لتضرب موعدا في ربع النهائي مع الإسبانية غاربين موغروزا الفائزة بدورها في ثمن النهائي مع الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 78 بمجموعتين دون مقابل. مشاهدي الكرام، بهذا انتهت هذه الجولة من أون لايف. نشكر لكم طيب المتابعة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين الأخبار.